GFX Academy. عايز بقى اتكلم على التكست وخواصه داخل الفلاش بداية من CS5 بالأخص واللي قبل كده. الفلاش من أول النسخة CS5 اداني خاصية جميلة قوي في التكست وحللي مشكلة الكتابة بالعربي داخل الفلاش، وده الموضوع ده بيهم ناس كتير جدا من مستخدمي الفلاش واللي عايز يتعلم فلاش. لما بضغط على الأيقونة التي أو التكست تول والاختصار بتاعها تي من الكيبورد بيظهر لي التكست تول بالشكل ده. جميل، بيديني التي ال اف اللي هي التكست لاي اوت فريم ورك، وبيديني الكلاسيك تكست. هبدأ بالكلاسيك تكست لأن ده هو ده اللي كان موجود قبل كده من يوم ما اتعمل فلاش لغاية النهاردة. التكست بطريقة الكلاسيك عندي بيديني 3 اختيارات، عندي الستاتيك وده اللي هو زي ما انا بشايف الويب سايت قدامي كده. لما باجي بعمله تيست بالشكل ده بلاقيه عادي جدا. لما باجي بروح على التكست نفسه مفيش اي حاجة، لما اجي بعمل دراج بالماوس مفيش اي حاجة، تكست لطريقة العرض فقط. لما باجي بعمل دايناميك تكست، كلمة دايناميك تكست دي يعني أي حاجة مربوطة بالأكشن سكريبت، لغة البرمجة اللي هي أكشن سكريبت، سواء كانت 2 أو 1 أنا بستخدم دايناميك تكست. ليه؟ لأن هو لما باجي بضغط ضغطة كده بيعمل لي فيلد تكست فيلد كده بالشكل ده. أوكي، ولازم طالما دايناميك تكست هو كلاسيك دايناميك أهو، وبعدين لازم بقول له مثلا ده اسمه تكست في الايه في الانستنس نيم، لازم اديله اسم عشان ابدا اعمل له كول او انادي عليه من جوه الاكشن سكريبت 3 او 2. ده طريقه الديناميك تكست، هو بقى بالشكل ده. وخصوصا لما باجي اربطه ب XML فايل من بره عشان ابدا اعمل عليه ايديتنج، وده الكلام ده كورس لوحده بنبدأ نعمله أو نعمله كورش عمل صغيرة كده إن شاء الله، بس بعد ما نخلص الكورس ده همسح وأضغط على التي وأقول 3 اختيار اللي هو Input Text. لما باجي أعمل كده شوف أنا عملت دلوقتي Input Text. لو جيت عملت اخترت الـ Selection Tool بكده هلاقي حاجة زي كده. طيب لو جيت اخليها مثلا تحت كده في النص، عملت تيست للموفي، بص هنا الماوس كده عادي، بعدين كده لما اجي بضغط ضغطه بلاقي فيه هنا ده انت ممكن تكتب، عمل لك انبوت يعني كتابه، ممكن تكتب بقى زي ما انت عايز. اوكي، دي بتتعمل طبعا في الفورم، في الفورمز اللي هي الابلكيشن اللي بتتملي منها الكونتاكت، اقول لك انت اسمك ايه وايميلك ايه وبتاع الكلام ده بتتعمل، ودي شيء معروف من زمان. جميل، يبقى عرفنا التلاتة دول. لما اجي بضغط ده بلاقي هوريزونتال يعني افقي، ولا الكتابة تبقى بالرأسي. اوكي، رأسي بالشكل ده، ولا الكتابة هتبقى vertical left to right. تعال نشوف، تعال نخليها مثلا static text، وتعال نكتب text كده وناخد دي ونعملها مثلا مرتين ورا بعض. بص هنا ايه اللي بيحصل، horizontal دي الطريقة العادية جدا بتاعتنا، دبل كليك عندي على دي يعني شوف هي كانت كده، بيديني ميزه اللي هو بيعمل لي مربع هنا يعني دبل كليك عليه يبتدي يفريد لي التكست معايا بالشكل ده هوريزونتال. لو عملته فيريكال يبقى من فوق لتحت اهو باين كده اهو. اوكي، لو جيت عملت من فيريكال ليفت تو رايت بيعمل لي ايه، نفس الحاجة، بس ممكن لو جيت
صغرت شوية كده بلاقي ايه؟ شوف بس هكبر شوية التكست فيل ده نفسه عشان يفرد لي. بلاقي مشيلي ازاي؟ هو فيريكال بالشكل ده من فوق لتحت، بس خدها لي جنب بعض من الشمال لليمين. نيجي بقى على خلاص دي هورزنتال عادي جدا، وهنخش على الستاتيك تكست واخليها مثلا كده. من هنا بقى ممكن اضيف زي ما انا عايز اهو. اوكي، هو بياخد لي رأسي. طب ممكن اعمل كده، اسحب تمام واروح جاي اعمل له كده، يبقى انا حددت له العرض، ما بيطلعش عنه، بيفرد لي تحت طول. نيجي بقى على نوع الخط. يبقى انا فهمت كده الستاتيك تكست، وابتدي اشتغل على نوع الخط. نوع الخط عادي جدا زي ما اي برنامج او اي حاجه في الدنيا فيها انواع خطوط. طبعا عندي شويه خطوط كتير بالعبيط يعني، فهنا بيعرض لك كل الخطوط اللي عندك. اوكي، تختار نوع الخط عادي جدا، ما فيش اي مشكله. بتختار نوعه ان كان مديك اوبشنات جوه، ان كان ريجولار مثلا، او ان كان ايتاليك، او ان كان بولد عريض شويه، او كان مثلا مايل عريض، او ان كان بلاك بديك عريض قوي وفي مسافات شويه. يبقى النار بالشكل ده. ده بالنسبه للخط الاريال المعروف، الخطوط المعروفه اريال تهوما. الخطوط اللي فوق دي لو جيت طلعت فوق خالص بتلاقي الخطوط دي ديفولت عندك على الجهاز، اي جهاز في العالم سواء كان ماك او بي سي عنده الثلاث خطوط دول، سانز اندرسكور سانز اندرسكور سيرف اندرسكور تايب رايتر. يبقى هنا لو جيت اخترت وجيت هنا فتحت دي، بلاقي الويدث بتاعك والهايت بتاعك والكلام ده كله. شايف هنا البوزيشن الاكس، احنا عارفين الاكس هو المحور الافقي كده، فبيمشي على الاكس بتاع، بيمشي على الواي فوق فوق وتحت. والويدث بتاعك طبعا هنا بتتحكم فيه من هنا، والهايت جيت ممكن هنا الهايت ده بالنسبة لده، بس مش مديك هنا هنا عشان ده تكست. اوكي، لو جيت عملت كيو بالشكل ده ممكن يديك بقى الهايت زي ما انت عايز، بس هيفرد لك الكتابة نفسها مش الفيلد نفسه. اوكي، يبقى الفيلد نفسه بتعمل دبل كليك عليه عشان تخش جوه وتبتدي تكتب جوه اللي انت عايزه. يبقى كده انا عرفت الستاتيك تكست. طيب هنا طبعا النوع انواع والحاجات دي كلها والسايز والكلام ده كله. طبعا هنا لو قلنا 50 بيفرد لي كبير قوي، قلت له 15 اوكي، فبيبقى 15 الليتر سبيسنج، ايه المسافات اللي بين الليترز نفسهم او الحروف نفسها. بيكبر لي المسافة بين الحروف نفسها او بيصغرها لي. الديفولت بتاعك زيرو. اللون ممكن اختار دبل كليك كده واخش جوه واختار مثلا السطر ده كله واخليه ابيض، السطر ده ابيض زي ما انت عايز، او كلمة واحدة او حرف واحد بلون مختلف اللي انت عايزه. بيديني حاجة زي كده. طيب الكلر، شو بص هنا عمل ايه لما انا اخترت التكست فيلد وبدات اعمل كلر غير الكلر، بيعمل لك كده. هنا مفيش كلر بقى للتكست فيلد كله كده، كاستم كده. اوتو كيرنل دي علشان بيظبط لك الايه الخط بتاعك. المهم بص بقى، دي اهم حاجه في الموضوع ده كله. يوز ديفايس فونتس. ديفايس فونتس يعني بيقول لك استخدم انواع الخطوط اللي على الكمبيوتر. لما تيجي تعمل الملف ده تيجي تعمله ببلش على النت وتعرضه على النت، ممكن تعمل خطوط هي عندك على الجهاز، بس انت لما بتيجي ترفع على النت بتبص تلاقيها اختلفت. عندك على الجهاز عادي، بس لو رحت على جهاز تاني بتبص تلاقي الخط بتاعك مختلف خالص، تقول ايه ده، مش ده الخط اللي انا عامل بيه ازاي، ده الدنيا باظت خالص. اقول لك انت غلطان انك ما عملتش شويه حاجات هعلمها لك دلوقتي.
يبقى يوز ديفايس فونتس يعني اشتغل على الفونتات اللي على الجهاز، بس على الجهاز اللي انت اللي مفتوح عليه الويب سايت ده، سواء كان جهاز والدك او والدتك، اي جهاز في العالم كله. انت عامل ويب سايت، انا فاتحه من جهازي، والف واحد فاتحه من جهازك، فلما تقول يوز ديفايس فونتس لازم تعرف الفونتات اللي موجوده على كل الاجهزه الموحده، ودي سبق وقلتها اللي هي ايه، تطلع الاريال ده موجود بس على الابل، انا ما بشتغلش ابل بس اعتقد انه مش موجود. التلاتة دول موجودين على الابل وعلى جميع اجهزه العالم ايا كانت. اندرسكور سنس اندرسكور سيرف اندرسكور تاي برايتر. ممكن نعمل سيرف لو انت مختار ايه، لو انت هتختار على اليوز ديفايس فونتس، انت وانت بقى مطمن خالص بتعمل ايه، خلاص ما بتختارش، انت عارف بقى خلاص ان ده وده وده موجودين على اي جهاز، فبتختار اي واحد فيهم حتى هو راح لغي لك على طول دي، لان خلاص بقى ما مش مشكلة. هتختار يوز ديفايس فونتس، يبقى انت وحظك. طريقة العرض بقى زي ما هو على الجهاز بتاعه. اوكي طيب، ممكن من هنا تعلم كده على كله وتكتب اريال نوع خط، تمام، وتقول لي يوز ديفايس فونتس يعني كده، ولو كان موجود هاتهولي، ما كانش موجود بياخد اي جهاز بقى اي حاجه من فونتات بتاعت الجهاز ويقرا بيها الويب سايت. طيب يبقى بيت ماب تكست، الاختيار ده بيقول لك عامل التكست ده كانه بيت ماب، اختيار مش حلو خالص، يعني نادر جدا لما بتستخدمه، ما تقريبا ما بتستخدمش. انتي الياس فور انيميشن، انتي الياس فور ريدابيليتي. انتي الياس ده فور انيميشن بيستخدم في الكلاسيك تكست لما بتعمل فونتات كبيره، ده بيناسبها، لما بتعمل فونت صغير ده بيناسبه اكتر عموما في الانيميشن بتاعك او الكتابه بتاعتك. اوكي طيب، الكاستم انتي الياس بيقول لك ايه السيكنس بتاعه والشاربنس بتاعه والكلام ده، تعال نعمل كاستم، نخلي السيكنس بقى هو عندك من 0 ل 200، وعندك لغايه سالب 200، يعني عندك من سالب 200 بيمر بالزيرو لغايه 200. بص انا بقى جبت سالب 200 وموجب 200، بص الفرق، يبقى سالب 200 بيديك ايه؟ سيكنس يعني الرفيع، بيديك كأن رفيع قوي، يبقى رفيع او نحيف زيرو. بنزل تحت على الشاربنس، تعال نشوف اخره كام وبدايته كام، ادي زيرو اهو، لو رحت كده سالب 400، ولو رحت كده موجب 400، يبقى الشاربنس ده اللي هو درجة حدية اللون، سطوع اللون أو الحدية بتاعته أهو. بص هنا كأنه في زغللة كده، مموج مش شايفه كويس كده، واضح جدا كده، واضح جدا. أوكي وطبعا دي النسب، دي بالنسبة بتضرب في الأكشن سكريبت، ليها معادلات خاصة بالموضوع ده، فبتروح عامله كده. أوكي يبقى يوز ديفايس فونتس لو أنت هتشتغل الكلاسيك تكست، ما بيديكش سبورت قوي في الكتابه بالعربي. انا عامل محاضره كامله بالتفصيل الممل عن موضوع الكتابه بالعربي وحل مشاكلها كلها، فهخلي الكلام في الكتابه في العربي في المحاضره الاخيره عشان اقدر اكون لميت جميع خواص التكست واقدر اتكلم براحتي في العربي.